احنا كلنا بنقول حاجات وبنقول مصطلحات واكسبريشنز واحنا مش عارفين اصلها ايه ولا هي جايه منين، بس بنعرف نستخدمها في ايه. يعني احنا عارفين ان هي لما بتتحط هنا بتدي المعنى ده، بس هي جت منين اصلا احنا ما نعرفش. وعلى فكره عكس ما هي بتستخدم، لا يعني مسمار جحا دي معناها ان انت ما تحطليش ده صح، ما تحطش العقده في. انا بقى هقول لكم بس مخبياه، مثلا مش هقول لكم دلوقتي، بيستخدم عكس اللي مفهوم، عكس مفهومه. طب تعالوا نطلع نشوف سؤال الجمهور ونرجع. تفتكروا ايه المثل اللي ينطبق عليكم انتوا كمذيعات نفس سنه؟ ايه ده نقول له انا إيه؟ اقول يا داخل بين البصله وقشرتها ما ينوبك الا ريحتها. احنا فعلا البصله وقشرتها، لا مش لاقي اي حاجه تنطبق عليه. انا لاقيه ايه؟ قول. من بره الله الله ومن جوه يا الله الله. طب قولي انت يا نوليا. اقول انا؟ لا ايه ايه دخلها هي عشان تقول؟ لا من خارج. ايه اللي دخلها في المنافسات؟ احساس احساس من بره. من بره. طب اديني فرصه. قولي. لا مش قايله. والنبي يمكن يجي منك حاجه عدله. طب ايه؟ انا قلت المثل اللي انت كنتي هتقوليه. اه يا داخل بين ال، لا انا بس بيحضرني امثال كتير غريبه يعني مش شرط. لا مش ما شرط علينا. لا احنا لا لا لا, 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 لا ما تنطبقش علينا. لا تنطبق علينا ما فيش. لا 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 كتير. عايزين حاجه شبهنا. حاجه شبهنا اصل احنا عملنا حلقه امثال قبل كده. اه يودوك البحر ويجيبوك عطشان. ده صح. دخول الحمام ازاي خروجه برضو. دي تنفع هنا برضو. تخشي مذيعه بكرامتك تخرجي متقطعه مهلهله ولا ايه؟ تخرجي مهلهله. يلا بينا نطلع فاصل ونرجع نكمل اصل المثل.